افتتح وزير الأوقاف عددا من المساجد في محافظة الجيزة بمناسبة العيد القومي للمحافظة. وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا مراسل النيل وليد هيكل. بعد التحية وليد. نعم شروت، بالفعل من خلال شاشة النيل للأخبار نتابع معكم افتتاح عدد 5 مساجد جديدة على أرض محافظة الجيزة، ليبلغ العدد 61 مسجدا منذ شهر سبتمبر العام 2020 وحتى الآن. 5 مساجد جديدة شروت تنم بالفعل عن النهضة والبناء للدولة المصرية خلال الفترة الحالية، لكن تحديدا شروت نحن في مسجد النور بمنطقة المنصورية التي نحن متواجدون بها الآن. هذا المسجد الذي بني ويعد بالفعل صرحا إسلاميا قيما من خلال الإنشاءات المعمارية والطراز المعماري الفريد الذي بني عليه. لكن مزيد عن هذه الافتتاحات يسعدنا أن ينضم معنا الآن معالي وزير الأوقاف فضيلة الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة، وكذلك فضيلة الأستاذ الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، والسيدة اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة. لكن بداية أبدأ مع فضيلة مفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام. دكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، ماذا عن التعاون المثمر الذي يتم خلال الفترة الحالية بين كافة الجهات لإنشاء وإحلال وتجديد المساجد وبنائها بطراز معماري فريد؟ أولا بنتقدم لسيادة اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بكل التهاني بمناسبة العيد القومي للمحافظة، وندعو الله سبحانه وتعالى أن تكون محافظة الجيزة في المستقبل محافظة واعدة كما هي. والتعاون بالفعل قائم جدا ما بين دار الإفتاء المصرية وبين وزارة الأوقاف المصرية في كل النواحي، وهناك لقاءات مستمرة بيني وبين معالي الوزير وعلى كافة الأصعدة. نحن في دار الإفتاء المصرية هناك استعداد تام لاستقبال هذا الشهر الفضيل من خلال عدة محاور، لعل من أهمها أولا الفضاء الإلكتروني الذي هو يعني يجلس عليه الشباب كثيرا، ثم من خلال الخط الساخن اللي هو مختصر جدا 107 لاستقبال كل أسئلة السادة الصائمين في هذا الشهر الفضيل. كل عام ومصر والأمة الإسلامية والعربية كلهم بخير وسلام وفي ازدهار. كل شكر حضرتك فضيلة مفتي الجمهورية دكتور شوقي علام. وبالانتقال للحديث في جرويت مع فضيلة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف. سيادة الوزير، بالأمس افتتاح صرح إسلامي ومجمع إسلامي ضخم بمدينة الدخلة محافظة الوادي الجديد، واليوم افتتاح صرح إسلامي آخر على أرض محافظة الجيزة، دلالة ذلك معالي وزير الأوقاف؟ بداية طبعا بنشكر فضيلة المفتي على مشاركته الدائمة لنا في سلسلة الافتتاحات والتعاون المستمر كما أشار فضيلته. والحقيقة بنهن السيد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة وأهالي المحافظة والسادة النواب وكل أهالي الجيزة بالعيد القومي وبهذا الافتتاح، تاني أفضل صاحب في اليوم التالي على التوالي بعد افتتاح مسجد التواب الرحيم بالداخلة. اليوم بيتم افتتاح 5 مساجد محافظة الجيزة، إجمالي ما تم افتتاحه في الجيزة من أول سبتمبر إلى الآن كما ذكرت 61 مسجدا، منها 48 مسجد إما إنشاء جديد أو إحلال وتجديد. اليوم بيتم أكثر من 1305 مسجد في أقل من 8 أشهر، منها 1219 مسجد إحلال وتجديد بهذا المستوى من المساجد الرائعة، المجالات اللي بتقوم بها الدولة المصرية في جميع المجالات. وإحنا النهاردة في طريقنا للمسجد مرينا على المتحف الكبير اللي هيكون نقلة حضارية عالمية. ما يحدث هيكلمك السيد المحافظ، فالدولة معنية بالمدن القديمة تطويرها بالمحافظات بالمدن الجديدة، عمل دؤوب اللي أنا حبيت أكد عليه أمان بإيجاز الالتزام بالإجراءات الاحترازية حتى تظل المساجد مفتوحة ولا يتسبب أحد في غلق المسجد، لأننا أكدنا أي مسجد أهاليه لا يلتزمون سنكون مضطرين إلى غلقه حفاظا على استمرار فتح باقي المساجد. فبننصح كل الناس بالحفاظ على الإجراءات، وبنقول من يحب بيت الله فليتركه مفتوحا. الأمر الآخر، الناس بيقول لك انتم منعتم موائد الرحمن، ده احنا وسعنا الخير. زي ما قلت بعض الناس قد يتحرج وهو جاي المائدة هيفطر لوحده، انا ما بدي له كرتونة او شنطة او ادي له طعام مطهي او لحوم او اي نوع او ادي له حتى فلوس ومبالغ نقدية تغنيه هو وأسرته ويأكل معززا مكرما داخل بيته. مفهوم افطار الصائم ليس بالمعنى الضيق خد طمرة واتكل على الله وانا فطرت صائم وجبت 1000 طمرة فطرت 1000 واحد. النبي قال ايه؟ قال اغنوهم،
يعني اديله ما يكفيه. فاللي عايز يفطر صائم وياخذ عظيم الثواب يعطي الاهل للصائم واهله ما يكفيهم. فافضل القربات في هذا الشهر العظيم اطعام الفقراء. كل شكر لحضرتك فضيلة الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف. وأخيرا شروت بالانتقال للحديث مع السيد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة. سيادة اللواء، مشروعات تنموية تشهدها بالفعل محافظة الجيزة خلال الفترة الحالية، لكن تشهد أكثر عدد كبير من الافتتاحات خلال الفترة الحالية على طراز معماري فريد، ما دلالة ذلك يعيد المحافظة القومية؟ في البداية برحب بمعالي وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة وفضيلة المفتي الدكتور شوقي علام والسادة أعضاء مجلس النواب ويعني القائمين على بناء هذا الصرح الديني الكبير وأهالي المحافظة جميعا وبهنئهم بالعيد القومي. احنا محافظة الجيزة الحمد لله يعني في هذا العهد في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي بتشهد نهضة عمرانية في كافة المجالات، يعني مش في إذا تكلمنا على البنية التحتية فهي مشروعات بالعشرات وتقدر يعني بعشرات المليارات اللي بتنشأ وتنفق فيها. لو تكلمنا على الطرق فهي كلمس يعني كل المجالات بتشهد نهضة عمرانية في محافظة الجيزة حضرتك خلال الفترة الحالية. وزي ما اتكلم معالي وزير الأوقاف واحنا جايين كان في طريقنا يمكن مشروع من أهم المشروعات اللي هنفتتحه قريبا إن شاء الله وهو مفتوح المتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطة به. إذا اتكلمنا النهاردة على المساجد واحنا بنفتتح مسجد يعني من أكبر المساجد في محافظة الجيزة، يعني ضمن المساجد الأخيرة اللي تم افتتاحها خلال الفترة اللي فاتت، فيعني ده دليل على أن الدولة ماضية في توجهها وماضية في خطتها في كافة المجالات. في النهاية يعني بشكر السيد وزير الأوقاف، بشكر معالي المفتي، بشكر الحضور جميعا، بشكر القائمين على هذا المسجد، وإن شاء الله نشهد مزيد من المشروعات مزيد من التقدم والاستقرار لمصرنا العزيزة في ظل رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. كل شكر حضرتك سيادة اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة. إذن بالفعل زميلتي العزيزة شروت، الحداثة والتطوير هما بالفعل عنوان الدولة المصرية خلال الفترة الحالية للبناء في كافة المجالات والقطاعات. إليكم في الاستوديو شروت. شكرا لك مراسل النيل وليد هيكل.